السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدوء في سوق الذهب بسبب الدراسة والمصايف، وأديكم الوقت وأسعار الذهب يوم 13/9/2021، خليكم معانا. أكد تجار الذهب أن أسعار الذهب شهدت انخفاضا الأسبوع الماضي، ولكن بشكل عام الأسعار في تذبذب كبير منذ فترة بسبب عدم استقرار الذهب في الأسواق العالمية، حيث تراوح عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ما بين 782 إلى 784 جنيه، وتراوح عيار 24 ما بين 894 إلى 896 جنيه، وتراوح عيار 18 من 670 ل 672 جنيه بدون مصنعية، التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، والتراوح من 30 إلى 70 جنيه حسب نوع وتراوح حسب نوعه، وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 6256 6272 جنيه. وسجلت الأوقية الذهب 1787 دولار للوقي. دي كانت أسعار الذهب اليوم 13/9/2021 في مصر. أشكركم، لو ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك، يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.